الظلم ظلمات يا جماعة. واحد مروح معاه سمكة فقير، اللهم اجعلنا فقراء لله. واحد جبار نمرود بقول له وين رايح؟ مروح على أهلي. قال له شو معك هذه؟ قال له سمكة. قال له اعطيني اياها، هذه بتلبع شي لك، هذه بتلبع لواحد زيي. يا ابن الحلال اولادي، يا ابن الحلال مرتي، يا ابن الحلال امي، يا ابن الحلال اهلي. قال له اللي اخذها واضربك كمان. ضربه هانه واخذ السمكه. قاعد بيعمل في السمكه الا شوكه من السمكه نزلت في اصبعه. يا دكتور اصبعي التهب. قال له هذا بده قطع، قطعوا اصبعه. لفوق شويه قطعوا ايده. لفوق شوية قطعوها للكوع، لفوق شوية قطعوها للكتف. عاود دكتور منور بصيرته الله، قال له بدك نصيحتي يا عمي؟ قال له شو يا عمي؟ من شان الله نشهد عليك. قال له ظلمت حدا؟ اعتديت على حدا؟ حدا دعا عليك؟ حدا انكسر بخاطره؟ حدا بكى؟ حدا شكاك لله؟ قال له والله فيه كتير. قال له عنو؟ قال له والله في واحد اخذ سمكته. قال له جراي استسمح منه. وإحنا يلي قاعدين يا إخواني إذا ظلمنا حدا نستعجل نستسمح منه قبل ما يجينا العقاب. قال له من شان الله يا عمي تعال خد قد ما بدك. قال له يا عمي روح عني، روح، منعت الأكل عن أولادي، عن مرتي، عن أولادي، عن بطني. قال له من شان الله دخيل عليك يا عمي. قال له إني سامحتك روح. قال له من شان الله شو دعيت علي؟ قال له دعيتي شو هم؟ يا ذا الجلال والإكرام، هذا خلقك شاف قدرته علي، ورجيني قدرتك فيه، بدي أشوف قدرتك فيه. فالغرغرينة ظلت تمشي 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 تمشي. ظالم يا جماعة الخير، هدول أولياء الله يا جماعة، اوعى تزعل أولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بعدين الحديث شو بقول؟ من عاد لي وليا فقد أذنته في الحرب. من عاد لي وليا، والله يجعلنا أولياء لله، الله يجعلنا أولياء لله، الله يجعلنا ما احنا ماكلين حرام دعائنا مستجاب.